أريد سؤال مباشر بغض النظر عن الخطاب الرسمي الإيراني الذي يعني يعد بالحرب الشاملة، لكن إلى أي درجة إيران بإمكانها أن لا تحول أي هجوم إسرائيلي جراحي إلى حرب شاملة، وإلى أي درجة من مصلحة إيران أن تحول الأمر إلى حرب إقليمية كبرى؟ إيران، وهذه وجهة نظري ومن خلال مراقبتي ودراستي للوضع الإيراني، إيران لا تريد أن تكون هي البادئة في أي هجوم، لكن بالتأكيد هي تتحدث الآن، تتحدث عن قدرات هائلة موجودة. يعني قبل أسبوع كانت قد كشفت عن مخزن كبير للطائرات المسيرة، تحمل هذه الطائرات يمكن لها أن تسير على مدى 2000 كيلومتر، هناك صواريخ كروز منصوبة على هذه الطائرات، وبالتالي لديها من المنظومة الصاروخية أيضا من منظومة صاروخية غير يجب أن لا يستهان بها. وبالتالي أنا أعتقد بأن حتى إسرائيل تعلم حجم الرد العسكري الإيراني، وبالتالي عندما تروج إسرائيل لحرب ضد إيران هي في حقيقة الأمر تهدف إلى عدة أهداف. أما أن تريد أن تزيد الضغط على إيران نيابة عن الولايات المتحدة من أجل القبول بالتوجه نحو الاتفاق في فيينا مع الولايات المتحدة كما تريده الولايات المتحدة، أو أنها تريد أن تستغل أو تستدرج الولايات المتحدة والدول الغربية من أجل شن هجوم على إيران. الهدف الثالث هي تريد أن ترسم صورة واضحة لخطورة إيران في المنطقة، خصوصا نحن نعلم بأن إسرائيل الآن هي تحولت إلى القيادة المركزية الأمريكية وصارت جزء من الإقليم في التعريف الأمريكي العسكري، وبالتالي أنا أعتقد بأنها لا يمكن أن تقوم إسرائيل بمفردها في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إلا بغطاء جوي عسكري وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية الحالية تحديدا لا تمتلك مثل هذه الظروف المساعدة من أجل إعطاء مثل هذا الضوء إلى إسرائيل. حتى أن الدول الغربية سواء كانت فرنسا أو ألمانيا أو أي دولة أخرى الآن هي مشغولة بوضع اقتصادي مربك جدا، بتداعيات أزمة أوكرانيا، أزمة ما بعد أوكرانيا فيما إذا توقفت الحرب في أوكرانيا، وبالتالي الأوضاع الدولية والإقليمية غير مساعدة ومهيئة لأن تشن إسرائيل مثل هذه الحرب. وبالتالي أنا أعتقد شخصيا بأن إسرائيل تريد من وراء ذلك ليس القيام بحرب فعلية ضد إيران أو ضرب منشآت نووية إيرانية أو أي منشآت أخرى، وإنما لأهداف أخرى تتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، المفاوضات الإيرانية الأوروبية، خصوصا وأننا نتحدث الآن عن إمكانية تفعيل ربما التفعيل الاتفاق النووي عبر مجموعة 4+1، يعني هاي المجموعة السداسية الأمريكية لكن من دون الولايات المتحدة، وبالتالي يبدو لي بأن إسرائيل هي تعلم الوضع العام في الإقليم وفي إيران والعالم، وبالتالي هي تريد أن تحقق طبعا تمت يعني خلال فترة الخروج